الوجهة هذه المرة هي مرتفعات سدرة لممارسة رياضة التسلق. الصخور مرتفعة كتشكل متعة للمتسلقين. مرحبا بكم في عالم تقدر الحياة فيه تكون متشبتة بخيط رفيع. مرحبا بكم في منطقة كتعتبر من أجمل المناطق المتواجدة بجنوب المغرب. منطقة فريدة من نوعها هي مضايق تودغا، أودية محفوفة بالجبال الشاهقة اللي كيوصل العلو ديالها حتى 300 متر، وكتعتبر من بين أكثر المضايق المثيرة للإعجاب والدهشة، وهي معروفة على الصعيد العالمي بجماليتها المميزة وبجبالها المواتية للتسلق. جمال سائق تاكسي بمنطقة تنغير، رياضي وعاشق للطبيعة، بغى اليوم يكتشف متعة التسلق في الجبال. مرحبا في تودغا. شي جبل كيداير؟ ها مزيانه. لا دابا حنا في الدخله ديال لي كورش تودغا. داكور، غننزلوا من هنا واحد 200 متر. وي كاين الواد، وغنمشي واحد السيكتور مع دابا الشمس بغيناها. نعم. شي واحد السيكتور اللي فيه الشمس. داكور، غادي نمشيو واحد السيكتور. كاينين بزاف ديال لي سيكتور، ولكن كاين لي سيكتور ديال لي دي بيتون. داكور، ديال لي بيتون. الا غادي قبل ما يبدا المغامره، جمال اختار زوج المدربين كيتمتعوا بخبره عاليه في رياضه التسلق، ميمون والمساعد ديالو حسن. المدربين بزوج عارفين مزيان المنطقه، وغادي يوريو لجمال الجبال اللي ممكن يتسلقها بلا ما تشكل خطر عليه. المكان ساحر، وعلى سفح الجبال الشاهقه كنوجدوا المياه العذبه والصخور اللي كينعكس بريقها طيله اليوم بفضل اشعه الشمس. في هذا المكان كنوجدوا مسارات تسلق مناسبه جدا للمبتدئين بحال جمال، اللي قبل ما يبدا الرحله ديالو ضروري يسمع لبعض النصائح والتوجيهات. شحال من كيلو هذا؟ كره؟ الله ما نقول لك 3 كيلو 4 كيلو حسب على مارك. كل الوطه ديالها. اه. وشحال من كتهز من الطوله؟ من كيلو في السمك؟ حتى 3 طن. حتى البلاكيت راه 3 طن. مي ولكن ديك البلاكيتا قبل ما تدخل راه عاوتاني بنادم يعرف شنو كيداير يكيبي هذا الشيء. بون لو نو بودريه كاين هنا وكاين هنا ماشي هنا. واخا. فو بيان كومبخوندر لي شوز هنا. هنا لا سانتيردي. سي ديغيغ لا 70 دولار. Après, c'est tiens de là, les deux. Bon. Juge, voilà. Ah, oui. Quand tu rentres, tu as 60 mètres à dire. On va à Dashkat Dir. Tu suis, quand tu vas à la cour de Dashkat Dir. Mouziya. خاص ضروري تدا الا ما دارش احسن من ما يتحرك له ضل هي واحسن له من الاحسن ما تخليش مفتوح حسيت خليتيه مفتوح جاب الله مثلا ميمون طاح راه يمكن الكره تخرج هنا وتكون حادثه خاصها تسد خاصها تسد مزيان اسيدي ها انت مزيان ونفيريفي هادشي ديالي واش ما ميمون كيتميز بخفة الحركة والمرونة، شيء طبيعي بما أنه كيمارس رياضة التسلق من هذه 15 سنة، لكن هذه المنطقة هي أقدم بكثير. أول مسارات تسلق تم اكتشافها في الستينيات من طرف هولنديين، ومن ذاك الوقت وعشاق التسلق كيترددوا بكثرة على هذا المكان. جمال متشوق يبدأ المغامرة اللي ما بقى على بدايتها غير دقائق. دابا صافي ميمون ثبت الحبل الفوق مزيان. انا شويه خايف، ولا اني بالنسبه للتعليمات اللي عطى لي الاستاذ غادي نطبقهم شويه شويه، وغنحاول ما امكن نكون في المستوى ديال 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 التسلق. شحال من المتر في هذه؟ 34 متر سي جمال. شحال؟ 34 متر. 34 متر. انا دابا نطلع 34 متر. واخا يا سيدي. ميمون غادي يخلي دابا البلاصه ديالو لجمال اللي غادي يطلع بتقنيات المولينات، والمغامره بدات تحت مراقبه المدرب.
فينا جمال. جمال غادي مزيان ومتبع التسلق ديالو كما ينبغي. واش كاين ديال لي فاسيل من 3 4 5 6 هادشي اللي يكون الكوتاسيون ديالها كاين اللي هو فاسيل لي بيتون وشي حسب القدره ديال الانسان كاين فيه لي فيرتيج راه ما يمكنش واللي ما فيهش راه يطلع. الدراري الصغار ماشي مشكل الكبار ماشي مشكل غير يكون بنادم القدره ديالو الى اي واحد يحب شي حاجه يوصل ليها. هلا جمال. غير وصل القمة لقى في انتظاره مفاجأة من نوع خاص، منظر من أجمل المناظر الطبيعية في المنطقة، واحة النخيل تنغير. واحة النخيل تنغير هي من أجمل وأخصب المناطق بالمغرب، كتمتد على مسافة 35 كيلومتر، وكتسقى بثلوج الجبال المجاورة لما